أسطورة سلندرمان هي واحدة من أشهر الأساطير المعروفة في وقتنا الحالي. سلندرمان هو رجل طويل جداً، وجهه أبيض وبدون ملامح، معروف عنه أنه يختطف الأطفال الموجودين في الغابات أو في الأماكن النائية. وفي بعض الأساطير الثانية يقولون أن سلندرمان مو بس يختطف الأطفال ولكنه يأكل الأطفال كمان. ولكن اليوم أنا ما رح أتكلم عن سلندرمان نفسه، لأنه أتوقع أنه غلبكم يعرف قصته. اليوم بتكلم عن 5 برامج كرتونية ظهر سلندرمان فيها بالخفاء وبدون ما أي أحد فينا ينتبه لها. أول ظهور لسلندرمان بتكلم عنه وهو ظهور مفاجئ جداً، لأنه ظهر في فيلم فروزن أو في فيلم ملكة الثلج. شوفوا معايا هذا المشهد لبطلة الفيلم إلسا وهي واقفة قدام البلكونة. لو انتبهنا للقطة هذه رح نلاحظ أنه سلندرمان موجود بين الناس. زي ما تشوفون نقدر نشوف رجل طويل لابس ملابس رسمية ووجهه أبيض وبدون ملامح. إلى الآن ما حد يعرف لو ديزني فعلاً كان قصدها إنها تحط شخصية سلندرمان في الفيلم، ولا الموضوع كله كان مجرد صدفة. ثاني كرتون رح نتكلم عنه وهو كرتون جرافيتي فولز. جرافيتي فولز هو واحد من أكثر البرامج الكرتونية غرابة. الكرتون كله مليان أحداث غامضة وشخصيات غريبة، وفي حلقة من الحلقات شفنا الشخصيات الرئيسية وهم ديبر وميبل وهم موجودين في كوخ صغير، وفجأة نشوف لقطة سريعة لظهور سلندرمان وراهم. ولكن هذه مو أول مرة يظهر فيها سلندرمان في جرافيتي فولز. في حلقة ثانية كمان ظهر سلندرمان وراهم هو يتخبى ورا الأشجار في الغابة، والواضح أنه سلندرمان كان يراقبهم من وراء الأشجار بدون ما ينتبهون. سبونج بوب على الأغلب هو أكثر كرتون تكلمنا عنه هنا في القناة. الكرتون هذا مليء بالمخلوقات الغريبة اللي تظهر في أماكن أغرب وأغرب، وأكيد ما رح تتفاجئون أنه سلندرمان كمان ظهر في هذا الكرتون. في حلقة اسمها نوبة الليل، بسيط يتعرض للملاحقة من شخص مجهول، ولما بسيط طلع للخارج عشان يبحث عن هذا الشخص المجهول شاف ورقة موجودة على الأرض. الورقة كانت عبارة عن رسمة كبيرة لشخصية سلندرمان، وحوالين الرسمة نشوف كلمة نو في أكثر من مكان. وبعدها بسيط رفع راسه وشاف قدامه وهذا اللي صار. زي ما تشوفون بسيط فجأة شاف قدامه شخص طويل جدا ولابس ملابس رسمية ووجهه بدون ملامح، نفس الشكل اللي كان في الرسمة. طبعا نقدر نشوف بكل وضوح انه هذا الشخص هو سلندرمان. اما الحين فراح نتكلم عن كرتون كلارنس، وهو كرتون يتكلم عن ولد اسمه كلارنس ومغامراته اليومية مع اصدقائه. في حلقة من الحلقات كلارنس وأصدقائه دخلوا نفق في المجاري، وهناك شفنا هذه العلامة مرسومة على الجدار. هذه العلامة هي علامة سلندرمان، وهي عبارة عن دائرة وفي النص فيه حرف الإكس، وهذه العلامة معناها بلا وجه. آخر كرتون رح نتكلم عنه هو كرتون مهارتي الصغيرة. أنا الصراحة أول مرة أسمع عن هذا الكرتون ولا مرة شفته في حياتي، ولكني بتكلم عنه لأنه في قصة مثيرة للاهتمام في النهاية. في أحد حلقات هذا الكرتون الشخصيات الرئيسية راحوا لمكان بعيد في الغابة، وفي هذه اللقطة نقدر نشوف سلندرمان وهو يتخبى بين الأشجار بالخفاء. هذا المقطع لوجود سلندرمان في كرتون مهرتي الصغيرة بدأ ينتشر في كل مكان على الإنترنت، والأهالي كانوا منزعجين من وجود هذه اللقطة، لأنه كرتون مهرتي الصغيرة هو كرتون مخصص للأطفال الصغار، يعني الأعمارهم بين 3 سنوات إلى 8 سنوات، وهذا النوع من المشاهد ممكن إنها تأذي الأطفال نفسياً، أو ممكن إنها فعلاً تسبب الرعب ليهم خصوصاً وهم في هذا العمر الصغير. شركة الإنتاج بعدين ردت على اتهامات الناس وقالت إنها غير مسؤولة عن هذا المشهد، وفي النهاية اكتشفوا إنه واحد من الرسامين في الكرتون رسم شخصية سلندرمان بالسر، وبطريقة ما قدر إنه يخبيها في الكرتون بدون ما أي أحد ينتبه ليها.
وفي النهاية الشركة طلعت تصريح وقالت إنهم طردوا الرسام هذا. وهذه القصة خلتني أفكر في الموضوع، هل برأيكم إنه مشاهد سلندرمان اللي شفناها اليوم تم إضافتها عن عمد من قبل شركة الإنتاج، ولا برأيكم إنه في رسام معين هو اللي يضيف شخصية سلندرمان بالخفاء في الكرتون؟ وكذا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسون تضغطون على زر اللايك، وإذا يعجبكم هذا النوع من المحتوى ممكن تشتركون في القناة. شكرا على المتابعة والدعم، وأشوفكم في الفيديو القادم.